أكد وزير البترول طارق الملا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من مشروعات البتروكيماويات التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة. وخلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أكد الوزير أن قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040 وفقا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض للخارج.